قلت لازم بقى اراضي الولا امير وانزل النهارده اظبطه كده من المحلات اللي قلبت الدنيا كده والاسعار بتاعتها قلبت الدنيا. تعالوا نجرب كده هنشتري له ايه النهارده ونختار سوا هنجيب لي امير ايه النهارده. انا عايزه حد يساعدني بقى اطلع حاجه حلوه. بص يا اولاد، في هنا تشكيله حاجات انا اخترت ومش عارف اعمل ايه. انا عايزين اقول لكم، بصوا في هنا التيشيرت الواحد ب 150 جنيه. عايز اقول لك اشكال ايه بقى، 150 جنيه التيشيرت. انا احترت، انا مش عارفه اخد انهي تيشيرت بصراحه ب 150. طب البناطيل اسعارها ايه؟ طيب بصوا بصوا، تعالي بصوا بصوا، ب 150 150 150 150 يا ما شاء الله. طب وعايزه اقول لكم على حاجه، طبعا ماشي انا هقلب لك المحل بقى ايه، معلش. بصوا بقى تعالوا هنا كمان عنده الترنجات، قولي بقى هنا الترنجات، اصل في ترنج يعني ايه قالب الدنيا. الجوتشي ده قالب الدنيا جدا، خامة محترمة جدا، موديل زي ما انتم شايفين كده. والواناته، الترنج ده بالواناته على بعضه، يعني ده على بعضه اهو، وده على الابيض في الزيتي اهو، وكله وده على بعضه. بكام بقى ده؟ بص احنا هنعمل في ده سعر حلو جدا. انا عارفه سعره، خد بالك. بس ده سعر حصري عشان خاطرك بس. عشان خاطري؟ السعر ده هيبقى 550 بس. بجد؟ اه والله، عشان خاطر صاحبك. عشان خاطري الترنج ابو 700 وشويه. ده عرض حصري وسعر حصري، مش ده ب 500 صح؟ 550 اللي هو الجوتشي يا اولاد انتوا عارفينه، بس الخامه بقى تحفه بامانه ربنا، الخامه تحفه. يعني الترنج الجوتشي هنا اللي ب 700 بره، هنا هنلاقيه ب 500 جنيه. انا هاخد ده خلاص، ماشي. معاكي السكشن ده كله؟ كل الترنجات ده، ده ترنجات صح؟ دي بناطيلها 400 جنيه تيشيرت وزته، البنطلون السوفت بتاعه، البنطلون ده لوحده على فكره بيتباع ب 400 جنيه. ما انا بقول 400 جنيه. يعني بصوا يا اولاد شايفين التيشيرت اسمه ايه ده؟ ده تيشيرت وزته. ده تيشيرت روزيتا، البنطلون بتاعه ب 400 جنيه، يعني رنج على بعضه ب 400 جنيه، الرنج ده ب 400 جنيه، والترنج ده اللي هو المشهور المعروف قوي ب 500، فده بصوا البنطلون ده والله العظيم ابني اصلا جايبه ب 400 لوحده، عشان يعني 300 وشويه، فانت لما تجيب الاثنين على بعض ب 400 لا جامد حلو. يبقى احنا كده ايه عرفنا الترنجين، الترنج ده او اللي بره ب 700 هنا هيبقى 500 عشان خاطري صح؟ 550 عشان خاطري، والترنج ده ب 400 مش عشان خاطري، هو عامله ب 400 وشويه التيشيرتات دي كلها ب 150. وعندنا هنا تيشيرتات بكام؟ عشان عم علي بقى، يعني الحاج المقاس الكبير بقى ده، عم علي بقى ده ايه؟ التيشيرت ده ب 250. التيشيرت ده ب 250، عايز اقول لكم قماشته حلوه جدا، عايز اقول لكم التيشيرت ده يا ولاد قماشته حلوه حلوه حلوه، والبناطيل دي كلها بقى فردانيات، والتيشيرتات بقى دي كلها فردانيات، والبناطيل اللي طالعه موضه اللي كل الشباب بيحبوها. بص حضرتك كل الخامات اللي هنحتاجها في الصيف كلها، او قطن نبتون او بيكا، كل هدوم العيد يا اولاد. انا بصوا مش عايزه الاقي حد بيسالني يا نشوى هدوم العيد هنجيبها منين، خلاص انتوا عرفتوا المكان بالاسم بالعنوان. قول لهم بقى العنوان بتاعك والاسم بتاعك. محل ايه؟ سبورت دمياط، 200 سرور قدام بلبن على طول. اه قدام بلبن على طول هتلاقي المحل، وعنده هنا حاجات بقى المصيف. اه مين طالع المصيف زينا؟ كل التيشيرتات بقى وكل القطات وما شاء الله الشباب جايبين شورتات وتيشيرتات. ايه ده بقى انت عندك هنا ايه ده؟ استنى انا قفشت حاجه، استنى ايه ده؟ ده الاطفال. عندك اطفال؟ يا خلاص يا ناس، عندنا من اول سنتين لحد 16 سنه. وبعد 16 سنه اكيد يعني. ايوه اكيد بعد 16 سنه، يعني انت عندك كل السنين. الحمد لله ما شاء الله سنتين. ما شاء الله. بصوا الحاجات الاطفال يا اولاد، عنده هنا اطفال واسعارها ايه، عامل عروض؟ لا هنظبط الاسعار، هتظبط الاسعار. بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال والتيشيرتات الحلوه والتومه الحلوه. يا خلاص لا مين ده عايز صوفي؟ صوفي صوفي فين يا اولاد؟ ما شاء الله. بصوا لا بس بأمانة ربنا الخامة حلوة قوي. هو أفضل حاجة إن حضرتك تمسكي الخامة. لا أنتوا فاتكوا الخامة والله، الخامة تحفة. الناس تبقى عارفة الخامة عاملة إزاي. الخامة تحفة على الأسعار اللي أنت بتقولها بصراحة بأمانة ربنا والله. ما شاء الله كل الحاجات الرياضية والكاجوال وكله كله. دي بقى إيه ده؟ ده القماشة دي إيه؟ أه دي الروزيتا مستوردة. دي الروزيتا يا أولاد، زي الروزيتا اللي إحنا قلنا لكم عليها ورا. ثلاث ألوان، في الأخضر ده. بصوا 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 ما شاء الله، والبنطلون أهو. الأسود. وعليكم السلام، والمقاسات أهو. الله البناطيل الجامدة دي، ده مقاساتها حلوة قوي، ده ده عايز عم علي على طول. بصوا يا ولاد المقاسات عاملة ازاي، دي ما شاء الله ما شاء الله، انت عندك مقاسات كبيرة كمان. اه المقاسات كلها موجودة، ده مقاسات كبيرة كبيرة. بصوا ده جميل قوي. معلش هو ممكن اسألك سؤال؟ هو البنطلون ده بكام؟ البنطلون ده احنا هنعمل عليه سعر 200 جنيه بس. انا كل ما بسأل حاجة بتعملي عليها عرض. طبعا لازم نعمل لك عرض. ربنا يخليك. بصوا يا ولاد البنطلون ده ب 200 جنيه، البنطلون ده ب 200 جنيه. بصوا اصلا شكله خامته عاملة ازاي، بصوا خامته عامله. امال انا امير ابني بيروح محلات فين؟ طب
ما الاسعار دي؟ انت عارفين المكان اهو يا جماعه اهو يعني الاسعار دي ما تخلوش عاد ولادكم ينزلوا لوحدهم انتوا تعالوا. حاجات زي كده برضه اسمه محير؟ اه المحير ده. المحير بقى المقاس اللي ما بيبقاش موجود اللي بين الاطفال ده ترنج كامل. معاكي ترنج كامل من 12 سنه ل 16 سنه بالوان. بصوا يا اولاد المقاسات المحيره ترنج كامل اهو على بعضه عشان ايه ما تحتاروش. ترنج على بعضه اهو بالوانه. المقاسات المحيره مش عارفه ايه فهنا الحاجات هنا تحفه. من اول سنتين لحد بقى ما الراجل يعجز يا عم علي كده هنيجي نشتري من هنا برضه. عم علي اهو بنشتري له من هنا. طب البناطيل الشباب بقى طبعا حاجه على الشباب بس. طب البناطيل دي حلوه قوي. البناطيل دي بقى امير ابني بيموت فيها. اكتر بناطيل امير ابني بيموت فيها. بصوا يا اولاد البنطلون التحفه قماشته الخامه دي حلوه قوي. كام بقى ده عشاني؟ عشاني انا قلت قبل ما تقول عشان انت عايز عرض حصري يعني. انا عايز عرض دلوقتي على البناطيل ده عشان ابني بيحبه. طبعا انت عارفه البنطلون ده موجود في كل طبعا حتة. طبعا وعارفه سعره. طيب ماشي احنا الكميه اللي عندي هعمل عليها سعر 100 جنيه بس عشان خاطر 100 جنيه بجد؟ اه والله البنطلون ب 100 جنيه؟ اه بس الكميه اللي عندي بس. البنطلون ب 100 جنيه بس بسرعه قبل ما الكميه تخلص. بسرعه يا اولاد الكميه هتخلص. البنطلون ب 100 جنيه والتيشيرت ب 150 جنيه بسرعه قبل ما الكميه تخلص. 150 وب 100 جنيه يعني انت طقمتي 250 جنيه طقم. ومحدش يقول لي بقى العيد داخل وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. انت زي ابني الطقم ده عليك تحفه والله. انت لازم الطقم ده تاخده. لا ما شاء الله تحفه. بص يا اولاد 250 جنيه وطقمت طقم حلو بس عشان الكميه بس ايه ما تخلصش. الشورت ده برضه الشورت اللي ايوه الشورت ايوه المصيف ده الشورت اللي طلع ترند بتاع الكوره اللي هبله الناس. الشورت ده وامير ابني مهبول به. ده ب200 الشورت ده ب200 الشورت ده ب200 الشورت. انتوا لازم تنزلوا دلوقتي. انت لازم تقول لهم العنوان تاني عشان يجوا ينزلوا بسرعه. دمياط 200 سرور قدام بلبن على طول. قدام بلبن على طول هتلاقي الحوده اللي في وشه هتلاقي على طول. اللي في بقى معاك الكفته اللي هي السر دي اه حلوه جدا ومش موجوده قد كده يعني. لا دي عامله ايه؟ حلوه دي جميله. في الكفته دي الكفته دي كلها ب 150. بصوا الخطاط دي عامله 150 ما كانتش موجوده يعني. ده عشان الاسعار دي بس. اه ربنا يبارك لك يا رب. ادعوا لي بقى ادعوا لي عرض حصري. انت متخيلين يا اولاد التيشيرت ب 150 يعني العروض ما نزلتش ب 200 التيشيرت ب 200 وده بكام؟ كده التيشيرت ده ب 150 بس يا اولاد. هنا ب 150 والشورت ب 200 يعني انتوا متخيلين؟ انا حاجه جامده. ايه رايك؟ ايه رايك؟ مظبطاك اهو لولا انا موجوده. لولا انا موجوده عشان تبقوا انتوا عارفين. بص يا اولاد ما شاء الله ما شاء الله حلوه. لا اسعارك تحفه والله بامانه بامانه والله اسعارك تحفه. سعادتك زي ما انت عارف احنا اهم حاجه اصلا بندور عليها الخامه. ما هي دي اهم حاجه الخامه قبل حتى السعر قبل اي حاجه بندور على الخامه. وبعد كده نعمل سعر برضه مناسب عشان خلاص انتوا عرفتوا الاسعار هنا عامله ازاي والعنوان والحاجات والخامه. انا بامانه ربنا ماسكه الخامه تحفه التحفه يعني. الطقم زي ده على المصيف اهو ب 200 وب 150 لا حلو جدا. عايزه تعملي ترينج من ابسط الاشياء ب 250 جنيه عملت ترينج. هنا الترينج الترند اللي طالع قلب الدنيا من 700 بقى هنا 500. هنا عندنا الترينج كله على بعضه ب 400 جنيه. بصوا شوف الشورت ده بقى اللي الشباب لابسينه ها واخدين بالكم؟ اعمل لهم عرض بقى عشان انا نايم. ماشي بصوا ب 200 جنيه الشورت ده ب 200 جنيه يا اولاد اهو ده عشان انت المفروض تديني نسبه. لو ما كنتش انا كنت هنا كان زمانك هتاخده غالي. ماشي حظك ان انت جيت وانا هنا. لا بجد حاجات تحفه والبناطيل وجميع الالوان وجميع الاشكال كل الحاجات الرياضيه. بص برضه على التيشيرتات اللي فوق دي. اهي انت بوريها لي. بص حضرتك معاك مقاس خاص. ايوه اما عادي. لا 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 مقاسات اكبر منه بكتير بقى 6 اكس و7 اكس. والله انما الحاجه عادي مقاسه عادي يعني خالص. انت قاعد تشكك الراجل ده وتنكوب عليا. شباب اهو. ايوه شباب شباب. بص حضرتك شايفه؟ ايوه ما شاء الله. ايوه. بص يا اولاد المقاس قد ايه؟ كام؟ 300 جنيه البيج سايز. انت عارف البيج سايز بقى بره بكام طبعا؟ ده طبعا خصوصا الخامات دي. واحسن حاجه ان حضرتك شايفه الخامه؟ والله بص يا اولاد انت عارفه الخامه عامله ازاي؟ شايفه الخامه؟ شايفين الخامه عامله ازاي؟ البيج سايز اهو ما تشيلوش هم حاجه يا اولاد. كرشكم ما تشيلوش هم هيتدار اهو. التيشيرت اهو ب 300 جنيه ولا زعلوا نفسكم. هقول لك على حاجه بقى شايفه التيشيرت ده؟ ايوه انا عايز اللي يشوفه يسال عليه بس. ايوه الخامه دي؟ ايوه معايا عارفينها اديداس طبعا. ايوه بكام بقى؟ اصدمني اصدمني. انا هعمله زي التيشيرتات الثانيه برضه ب 300 جنيه. بجد؟ برضه والله حصري يعني. بص يا اولاد التيشيرت الاديداس الخامه التحفه التحفه ب 300 جنيه. لا الخامه دي لازم تيجوا تاخدوها الاديداس ب 300 جنيه. معاكي كمان تشكيله. بصوا بقى جميع التيشيرتات. بصوا بصوا بصوا. التيشيرت ده بص. اه طبعا مصيف بقى وشرم والاجازات اهو يا اولاد. بصوا الجمال. بصوا يا اولاد بصوا اشكال والالوان. 300 صح؟ اه كله 300. انا عايزاكم تركزوا على الخامه هنا.
300 جنيه على شورت بقى ب 200 وعملته ورحت المصيف والموزه هتبقى بص الموزه في المصيف فبعد التيشيرتات دي والبناطيل دي كلها ايه؟ والبناطيل الحلوه دي بصوا يا اولاد بصوا البناطيل وجمالها وشكلها بصوا عندنا بنطلون كباسين من غير كباسين اه بصوا انا هو ده بيمشي رجالي وحبيبي الله يرحمه البنطلون ده جامد يمشي بناتي وشبابي وانا رايي خدوه بناتي لان الكباسين كده بس هي مش كباسين اصلا هي شكل بس والنايك يا اللي انتوا بتحبوه اهو جامد 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 وريني 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 ده هو ده كوبري ده شبه عم علي برضه بصوا انتوا جميع الاشكال عندكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت عندك كميه تشكيله تشكيل جامد كل الحاجات الرياضيه والكاجوال والمصيف والحاجات كلها هتلاقوها هنا معلش بقى تابعك وريني شويه التيشيرتات دي بقى بصوا التيشيرتات الجميله دي بقى بالواناتها بالواناتها لا فرجني بقى تعالى بص هنا ايوه هنا اشكال تحفه بص تعالى هنا بقى بص التيشيرتات بالالوانات الجميله دي ده خطير ده خطير ده بص حط لي ده على جنب لو سمحت طيب ماشي ماشي بص حضرتك بقى الاوفر ده الاوفر سايز اه الاوفر سايز يا اولاد اهو اهو وهنا السعر بتهيألي عندك اوفر سايز زي مش اوفر سايز كل واحد لا كله هيتظبط كله هيتظبط ده حقيقي الاسعار كلها حلوه كله ما عندوش هو هنا فرق يعني بيقول لك لا اصل المقاس الخاصه ليه سعر تاني اوفر سايز اه بصوا الحجم قد ايه بصوا الحجم قد ايه اوفر سايز ما شاء الله حضرتك شايفه الخامه دي الخامه بالاوفر المستورده دي بتبقى ماسكه التيشيرت شويه ايوه طبعا بيبقى شكله حلو في الاوفر سايز ايوه اهو بتبقى خامته تقيله شويه تمام في حاجه زي كده ما شاء الله في برضه الاشكال دي دي بيج سايز دي مقاسات خاصه بقى عشان لو حد عايز مقاس كبير بصوا بقى البيج سايز الكبير خالص اهو موجود باشكال حلوه بصوا ده حجمه قد ايه؟ لا يفردهولي لا يفردهولي كده بصوا ده حجمه كبير جدا ولاد ده حجمه في مقاسات في اكبر المقاسات الخاصه كلها موجوده الالوان المقاسات الخاصه اصل انا حاسه بكون عارفه انا كنت بقعد الف على المقاسات الخاصه دي لف المقاسات الخاصه كلها موجوده عندك برضه تشكيلات اه او واحد اخد مقاس خاص تلاتة اكس لارج لا لا مفيش اصغر اصغر حاجه المقاس الخاص ده اصغر حاجه قرب بقى بص بص ده التيشيرتات دي بس انا مش عارفه انا هشتري ايه وهشتري ايه بص لا ما انا لازم لا بس الخامه حلوه قوي الخامه حلوه جدا بس اكتر حاجه احنا مميزين بيها ان احنا بنحيي الزبون اه والله العظيم انت داخله تاخدي حاجه انت انا ما ادريش انت شوف انا طلعت حاجات قد ايه انت يا بيت هيتخانق شوفي بقى هتطلعي في الاخر بص من اول سنتين عندك آه. سنتين وطالع والمحير آه. وكله والاكس لارج والكلام ده كله كل المقاسات معاك السكشن ده كله اصلا ميرور اذا كان مقاس عادي او خاص او كله او اوفر سايز السكشن ده كله حاجات ميرور زي ما حضرتك شايفه كده حاجات مميزه جدا لا الوان بخامات كله كله الخامه الخامه تحفه التحفه بجد والله الخامه تحفه حقيقي دي اكتر حاجه احنا بندور عليها دي اهم حاجه بالنسبه لنا هو انت كمان عندك بجد بس دي خامتها حلوه قوي كروكس محترم قوي خامته حلوه قوي بص الكروكس ده يا ولاد جامد بص الكروكس ده اصل موجود منه في حاجات كتير في خامات كتير لا لا الخامه دي انا عارفاها لا لا الخامه دي تحفه انا عارفاها ده احنا هننزله ب 300 جنيه بس دي خامه مختلفه انتوا مش واخدين بالكم الخامه بتاعته تحفه اه نروح بقى نجيب حبه ايه كاجوال تانية بقى يلا بقى. طبعا لازم اجيب كاجوال وطبعا احنا عندنا هنا في البلد بتاعتنا اكتر واحد مشهور في الكاجوال كلها هو المحل ده على فكره المحل ده بجد والله كان والدك بقى انا بيت بابايا هنا فهو طول عمره المحل ده كده يعني طول عمره هو اشهر محل بدمياط في اللبس فعلا والله مش بقول لكم تيشيرتات وحاجات هنا مختلفه المهم الاسعار الخامه حلوه بس انا عايزه اعرف السعر لا بصي احنا كنا بنبيع ب 300 هنحرقه ب 250 جنيه هنعمل عليه خصم من زمان حضرتك طبعا 250 جنيه بس التيشيرت 250؟ التيشيرت 250 وش وضهر مش وش بس ايوه انا بلفه له من ساعتها التيشيرت يا رب 250 والوان ما شاء الله احنا عندنا حاجات جامده في دمياط يا اولاد التيشيرت ب 250 واللي دول التيشيرت بصوا اصلا وشه عامل ازاي وظهره عامل ازاي التيشيرت ب 250 دي تحف حقيقي تحف انت كده معلش بقى عشان انا هقلب لك البيت يعني التيشيرتات ب 250 عندكم حاجات تانية شميزات بقى وحاجات شبابي بقى واشكال تحفه والبناطيل ايه الاخبار؟ بناطيل فوق الدور التاني فوق بقى البناطيل بناطيل جمال بصوا التيشيرتات وجمالها وريني بقى الحاجات المميزه اللي عندك كلها معلش بصي الحاجات البوليستر دي اه دي بوليستر بصوا
بتاعتنا احنا كان يجي الشغل ده. ايوه ده مقاسه كبير يا ولاد. حاجات اوفر سايز؟ اه ما انا بقول ده مقاسه كبير. ده اوفر سايز كده. كل موديل طبعا بالوان الناس اللي فلت. بصوا ده خطير. ده على جنب كل موديل الوان. ده مستورد زي دي؟ اه ده مستورد بقى. اه ده الانمي المستورد باين عليه اصلا، باين عليه خامته تحفه. وهنا كل دول بقى الشميزات الكتان بقى والكم والحاجات. في طبعا الشميزات الكتان برضه اهي. ورينا بقى ورينا. بصوا بصوا ده اللي كان طالع تحفه ابيض. ده خطير قوي على الشباب ان شاء الله. بصوا الالوانات. في تيشيرتات القصاب برضه اللي هي اه اللي هي الشباب اللي طالع دلوقتي. ده مستورد ده من بره برضو؟ كل دي خامات مستورده. كل دي خامات مستورده بس اسعارها حلوه جدا يعني. اسمع على ساعه ما سمعت كلمه مستورده دي انا بخاف بس اسعارها حلوه. كله هنا عليه خصومات وما بنعليش السعر. لا لا ده حقيقي ده حقيقي. كل الحاجات موجوده، كل الاشكال هنا موجوده، بالحزامات والبناطيل فوق والتيشيرتات. برضه التيشيرتات دي كانت نازله ترند قوي. ايوه التيشيرتات دي نازله ترند قوي. اه بس دي اعلى اعلى خامه عموما. اعلى خامه. هتلاقي الخامات ديت اصلا موجوده في. بصوا الخامة بتاعتها عاملة ازاي؟ البسكوتة برضه، بس البسكوتة برضه هي البسكوتة؟ أعلى أعلى من الأول. الحاجات اللي بتشوفيها طبعا ده شيك طبعا. بصوا الخامة بتاعتها تحفة كمان، اللي ماسكها يعرف، اللي ماسكها يعرف. نطلع بقى للبناطيل عشان نجيب يعني ايه تيشيرتين على بنطلونين، يبقى احنا كده ظبطنا الولد. يلا بينا. أنا احترت بقى وما عدتش عارفة، يا ريتني ما طلعت البناطيل. كل البناطيل بكل الأشكال، الحاجات المقطعة، الحاجات المقطعة يا شباب، الحاجات المقطعه اللي بتحبوها. بصوا بصوا كل التقطيعات اهي. الشغل الفاشون ده الفاشون بقى. ده الفاشون. وعندك بناطيل ابني قال عليه ان هو عندك تحفه اللي طالع موضه. البوي فريند. البوي فريند. بصوا بقى البناطيل البوي فريند. وايت ليج برضه موجود. على فكره بيلبسوا سكار شبابي وبناتي. اه اه بيمشي يعني الاثنين طبعا. بيمشي الاثنين من هنا. والباتش اللي بيجيب برضه. طلع لي طلع لي بقى وريني. في الالوان برضو الساده عموما. أيوة. الساده بكل درجاتها زي ما انت حضرتك شايف. في بقى ايه؟ بناطيل الكلاسيك برضو. الكلاسيك عشان ميبقاش عنا حد. طبعا الكلاسيك عشان العيد. اه طبعا. كل افراح بقى. المخربش بقى عندك هنا بس ده حلو، المخربش مش المقطع بحيث ان انت مسطور. اه لا المخربش في الساده طبعا. أيوة. في المقطع. في الشراب بقى الجينز. اه مقطع كاتنج. بصوا بقى الشراب. الفاشون. ده الفاشون. اهو. كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها اهو بقى عشان ميبقاش لكم حاجة. وهنا عامل خصومات جامدة بصراحة. الاوفر سايز. كمان. ده الشورت الاوفر سايز. بصوا شوفوا اشوفوا ما شاء الله. مقاسات حلة. كله موجود. كله موجود. خلاص. المقطعة برضه موجودة. ايوه. هنجيب بقى بنطلونيين على التيشيرتين اللي احنا نقيناهم، نبقى احنا كده زي الفل. وعندنا برضه اشراط اطفال عشان الامهات طبعا. ايوه بتدور على شورت الاطفال المقطعه. ايوه المحيره. المحيره المحير يا اولاد، المقاسات المحيره. هنجيب بنطلونين على التيشيرتات اللي احنا جبناها. حلو. والخصم اللي انت عايزاه. الخصم لازم الخصم طبعا. الخصم اقول لهم عايزين التيشيرتات والخصم بتاعت الخصم موجود طبعا. ماشي من اي حاجه. قول العنوان بقى عشان بنزل. العنوان ميدان سرور محل 1901 بجانب المعاصر. اه يعني معروف معروف طبعا. عايز اقول كده بس هو معروف يعني ما شاء الله.